تيتورية، ما تزوجينيش بنتك رهان وغنتهلا فيها باللي بجهدي. باللي بجهدك او على انت فيك شي جهد بعدا؟ وياك انت غا حمال في القاعة ديالة الخضرة، علاه شحال بجهدك تتصور في النهار قاع؟ وكاين نهار اللي ما كتدخل فيه وقيلة تربعة دريال قاع. ولما لا وليدي غنعطينا بنتي لواحد حياته مجرتلة؟ لا لا وليدي، وغاسير شوف لك شي وحدة بعدا لي تواتيك. امالك خالتي، ايا كنت كيحالكم نتوما كيحالي انا، مالكم نتوما باش فايتيني؟ وما زال بعدا راه خلاو ليا الوالدين هذيك الدار ومهني بعدا من الكرة، وانتوما راكم غاكاريني الله. الا كون ولينا قد القب قد السطل، او اللي تبغيتي تردنا قل منك. ايوا كنت غنعطيك بنتي ريهان، ولا اني من اللي شرقتي فمك علينا وبغيتي تفوع علينا بديك دار. ايوا وليدي انا ما بغيتش موافقه، غيرت رايي. انت راه كنضحك معاك خالتي، رحنا عائله كيما كان الحال، وغنقول زعما ما نعطيو خيرنا لغيرنا. وريهان تعجبني وبنت خالتي وعزيزه عليا. ايوا الا كنتي باغي بنتي غنشرط عليك واحد الشرط، وإلا انت قبلتي عليه راه غنعطيها ليك. مرحبا خالتي، اراكم نتوما عائلتي وما عندي مناش نخاف، وغنشرطي. ايوا غتكتب ليها الدار في سميتها. ايوا شنو قلتي؟ وكان خالتي ونكتبها ليها ماشي مشكل. ايوا من غدا نمشيو لعند العدول وجيب معاك وريقات الدار وغاكتبها ليها وكتب عليها وديها. رؤوف انت فين غادي دروك؟ ما تقولي غادي على الخدمه ونقلب على رزقنا بجوج. ايوا شوف نقول لك، انا راه ما نبغيكش تدخل عليا في العشيه ويديك خاويين. عوم بحرك، قورهم ولا سرقهم، ماشي شغلي انا. الله يهديك هاد المراه، اقولي غاد عيوه ديال الخير وانت باغا تشعليها مع الصباح. وما تعاودش ليا، قلت لك جيب ولا غنفضحك مع ماما. وصلنا حتى لماماك، اما تخلي الرزق مستور باش يدير فيه الله البركه. وبركه وسير جيب ولا عشيه وجد راسك للمعركه. لطيف والله يهنيك هاد الساعه. رؤوف امالك ياك لاباس؟ والو اخويا عدنان، راه ما نعش البارح مزيان وصافي. وخاصك جمع راسك صاحبي، شمر شويه على دراعك، وراك زعما بحرا تزوجتي. اودي يا ريتني ما تزوجت، الزواج اخويا تيبغي يكون بنادم عنده اللعقه باش غافين محله المراه فمها تيطرشها بالبنقه او تتحل وتتولي غتبسم. اما اخويا اللي بحالي وبحالك واحسن ليه يبقى غادي يركرو، وبعد تالات مشكل راه غادي يراسو. هيا ما المدام نقرات على الفلوس، وتا هما غار فلوسو، وعلى انا شتير نعاود لك من الصح. والعيالات اخواتي يقول فلوس تكون كثيرة عاد يحبوك. ودي اش غادي نقول لك، وراه هادي هي سنة الحياة، وغتصبر حتى تعيا وتزوج. فيك فيك، غتاخدها ملي تكون راجل او تردك بعيليك. وغتصبر اخويا، دابا ربي يدير تاويل. اخويا اليوم بانت ليا الخدمة عيانة، يعني ما غندو جيبي غا 30 درهم للدار وما قاضياش. ايوا تانتا كون نهار ورزقو. ايوا داكشي اللي جاب الله اليوم. والله ما عرفت، وغنديها بجيبي تا للدار ونمدها ليها غير ياك هما تشد امها. رؤوف اشفتك ما جبتي لا قفه فيها الخضر ولا الديسير، واش انا جبتيني من دارنا غا باش تجوعني ولا؟ واليوم الكميوات ما جاوش، جا غا واحد وخلصنا على خدمتنا، وراه هادشي اللي جاب الله اليوم. شحال هادي؟ 30 درهم؟ واش تضحك عليا؟ لا لا لا، ايوا هادشي ما خدامش. ايوا انا غنخرج نجيب واحد الباط ديال الموت ماشي ديال الحوت، ونعتق به راسي على خير ايامي وليت ناكل الباط. الحبس هذا تفوق يخ. ايوا وانا شناكل وتانا راه من الصباح وانا واقف على لحم بطني. شغلك هذاك، كل حوايجك. يا واخا لالا ورجع في الله. هاني غادي للخدمة. ايه الخدمة، اللي سمع الخدمة يقول هذا مدير ديال شركة. واقول غادي لقط الخبز، وهذه هي اللي غادي تجي معاك. ايوا سير طالب معاشو.
اي والله رجعت لشي يا خاوي، يا تندير لك شي فضيحه، عاودني منك. انا على الشيطان هاد المراه، وانا راه النعمه ما طايحه في كرشي يومين، هادي غادي سخفان، واقول هي الداعي معايا بخير. ايوا دابا واش بغيتي تمشي ولا بغا تبقى تغني ليا ديك غنايه حشاك؟ ويا ربي عليك توكلت. عدنان اش تا خويا القاع اليوم خاويه ياك لاباس؟ غفا يلاه نمشيو فحنا خويا اليوم، قال لكم وي الكمي ودايرين الاضراب. لا لا صافي صوات، واكملات على خوك اليوم او ما عندي اخو اليوم، فين غادي نروح هذيك الدار؟ واش غنقول ليها ما جابش الله؟ اين علبو الزواج وما يجي منه، او لا تمحره فيا العيشه، او الله تنمشي اش بغي يوقع كاع. يا تشت كنتي ضربتي غدا وراه ورجعتي، وفين القفه؟ شتك جاي طويل. اليوم راه مالي الكاميو وديري الاضراب والحركه واقفه، اش غندير؟ اما تيهمنيش ديك الزق اللق في الهضره ديالك، انا راه ما تيهمنيش، واخا تكون مريض كاع غتجيب القفه عامره دروك، ولا غنقول لماما هي اللي غتعرف غتوريك. الله يهديك ايهان، قبل ما تدخلي امك في مشاكلنا وخلي سرنا يبقى مستور. اياك ايوا انا والله لا بقيت لك هنا، وغنمشي دارنا صافي، انا ما يمكن لياش نبقى مع واحد معدو ما يصرف عليا. ايوا واخا لاله وسيري الله يهنيك. مصيبه هادي، فين غنمشي دروك وفين غنهز راسي؟ اولاني كي تقولوا النساء شر لا بد منه، افيا فيا نتزوج لا ما تزوج اليوم تزوج العام الجاي. ولكن اللي بحالي انا دروك غايخطي عليه الزواج حسن ليه. ايه راسي اشوف الناس اللي عطاها الله دايره المتاجير قدها قد الخلا، اقرا الفلوس تيديوها في العشيه في السامسونيت عامره. ها ورجع في الله. ايه ابو علام اقول اخويا قول قول. انا يا عندي الهموم باغينا نساو نتوما. ايه على كلمات يا ربي السلام، هذاك الدري وقف في الشنطي وهذاك الطوموبيل جايب الجاد غير الله يحفظ، نمشي نقضوا يا ربي السلام يا رب. فين انا؟ شكون انت؟ واش هذاك الدري قبيله؟ واش بخير؟ ما جرى ليه والو؟ الحمد لله ما جرى ليه والو، وهذا راه بفضل الله وبفضلك يا بطل، راك لقدتي ليا ولدي من الموت وهو الوحيد اللي عندي. اقول لي يا ولدي شكون انت؟ واشنو كنتي كدير ديك البلاصه حدا الشانطي؟ ياك ما كنتي غادي مسافر وبغيتي دي اوتو ستوب؟ هاودي الشريف، وانا راه حياتي دايره ستوب، واقول انا هارب من مراتي وامها اللي هي خالتي، وانا غادي نعاود لك قصتي شنو فيها الشريف. انتي مرات السي جمال صاحب الشركات، ياك نتوما اللي جبتو داك السيد اللي وقعت ليه الحديثه؟ ايه يا دكتور، ياك ما وقع ليه والو؟ لا لا الحمد لله على سلامتو، لقينا عنده بعض الكسور طفيفه وراه يكون بخير. الحمد لله مسكين، ملي شاف ولدي مشى للشانطي والطوموبيل جايه بسرعه، ولو كون ما كان هذا الرجل واقف تما وشاف ولدي لو كون داه ربي الله يرحمه. ولكن مسكين امر بحياته على ود ولدي، اي والله يجازيه بخير. بحال هاد النوع ولاو قلال بزاف، ولا دوك بنادم غادي غامهم مضعينيه. ايوا دروك شوف اولدي، انا رانا لاباس عليا وما خاصني حتى خير، طلب لي شي حاجه نحقق عليك دابا، قول لي خاصك شي دار نشريها ليك، خاصك الفلوس نعطيك اللي طلبتي، انا موجود. اما خاصني والو اسيدي، انا غاملي الدري ولدك بخير وما جرى ليه والو، هادي اهم حاجه عندي دروك. لا لا ولدي ما يمكنش، وانت عاودتي لي دروك القصه ديالك وانا تألمت ليك ودرتي فيا معروف غنردو ليك، اما اللي طلعتي ولد الناس غتاخد داكشي اللي غنعطيك بغيتي ولا كرهتي. ايوا سيدي انا غادي نعطيك دار مجهزه وغندير لك رصيد في البنك، وانت غدير منه مشروع باش تمشي حياتك، متفقين؟ ايوا سيدي الله يزيدك من فضله. الحمد لله ربي كبير، على صبرتي من بعد الزله يجيك الخير. ايوا دابا الدويره هي جابها لي الله مجهزه، وها الطوموبيل
إوا دابا عاد غنلبس دوك الدرابل ديال تمارة اللي كنت تلبس وغنمشي لعند الدار ديال خالتي ونشوف كيفاش غيتعاملوا معايا هكا وانا مشمكر. ريهان هيا تجيت يا خايب الحالة يا ناس جاي ياك وفرقنا الجرة والدار اللي كتبتي ليا وتحركت شعلت ليا العافية في الكوزينة وما عرفت ما ندير وبوركابي ما عرفت فين كان شادها ايوا ودرك عاد جاي لاش بغيتك سير لمنين كنتي جاي. الله يهديك ريهان وزعما راه راجلك وهادشي اللي تديري راه ما يبغي لا ربي ولا عبدو. يا التافين كنتي ملي كانت شعله العافيه في الدار يا ويلي مش حال هادي وانت غابر ايوا ودرك عاد جات تعتذر وشفتي هذيك الدار اللي كتبتي لبنتي ملي هي تحرقت ايوا غنبيعو باباها وفلوسها راه ديال بنتي وسير قلب لك على شي بكاسه وبقى ترقد حداها وما بنتي ما باقاش راجعه عليك. ايوا يلاه غبر علينا زلافتك ولا باقيش الدور هنا. وشوفوا هاد الخالة مع بنتها اش طلعوا انا جايب زعما راضيهم ونرد مرتي ونديها للدار جديدة الساعة طلعوا طماعة ولاحوني الشريع وتالا غنوريكم رؤوف اشنو كيسوى. واخويا انس الله يحفظك غتقوم معايا بواحد المهمة غادي انت تشري ديك الدار اللي هي ديالي قبل ما تكون ديال سمراتي حيت هما باغيين يبيعوها. كيف تتعرف هذيك الدار كانت ديال الوالدين الله يرحمهم اخويا ما خصنيش نفرط فيها تنشم فيها الريحه ديال الوالدين. ولكن انت ما خصنيش هذوك الوراق حتى نجي انا. واخا اخويا وهذيك الدار نيت راها ديالك اصافي ياك نتوما متفقين على هذا الثمن اللي هو 25 مليون اصافي متفقين عليه غاسر بينا الله يخليك راه باقي تابعنا شلا شغال. أبلت يا أستاذ الله يخليك راه أنا مولا ديك الدار أنا اللي غنصنع الوراق. أنا شكون أنت أخويا سبحان الله كتشبه لواحد المفعوص ديال راجلي. إوا راه هذا هو رؤوف راجلك نيت هو مول الدار اللي استغليتيه أم اللي كان قدامك تيبان ضعيف وحطمتي احترامي ليك واغتصبتيني في داري باسم الزواج. إوا ودروك أنا اللي شريت هاد الدار ورديت ما ضاع مني. رؤوف واه واخا البارح كنتي واقف قدام دارنا وتطلب مني باش نسامحك كي درتي ليها تبين ليلة ونهار تغير حالك. الرزق ما في يدي ما في يدك افيد الله يرزق من يشاء بغير حساب وانت درك راكي طالق بالتلات وراه السي رؤوف هذا ماشي غير رؤوف وانت الرأفة منزوعة من قلبك. اكنت غنسمح لك ونديك البلاصة العز ولكن طلعتي نمرة وعامرة غاب الطنز. أويلي يا نوع الغدايدي اش تمصني على حبيبي رؤوف. وقولي حبيبك المقروف واسني الوراق ونودي تقودي. الحمد لله رب العالمين دار لي مسلك ديال الخير العام الجاي ان شاء الله غنمشي للحج نغسل عظامي من الذنوب. حبيبي رؤوف عافاك لا سامحني راني تبعت الهضرة ديال ماما تلحتني في الواد. ألا تدير المان في الهضرة الحنينة ولا تغرك المرا وتشوفها مسكينة الريحة في النعناع تلقاها زينة والمحبة والخير خيوط متينة اللي يزرع القمح ما يحصد فارينة وشجرة التفاح ما تنوض تشينة ولا تضيع رزقك لا تحكم رهينة. إوا الفايدة راها ماشي في الزين والعين الفايدة راها في القلب الحنين والتربية والدين. المراه ديال الزمان امن الكباد اللي ما تتبان. ايوا سيري تشوي النمل